بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف نتعرف على كيف تصنع هذا الأنتنا الرهيب الصراحة، التي تسمح لك أولا بإذا كان لديك الراديو في هاتفك فسوف تستمع إليه بشيء جيد جيد جدا. سوف تستقطب طبعا الحال إشارات يعني الموجات يعني بشكل أفضل أحبابي في الله، كما في الراديوهات كما سوف تشاهدون. ثم أيضا الفائدة الثانية والمهمة جدا لهذه القطعة أحبابي في الله، أنك سوف ترفع إشارة الواي فاي على هاتفك، وهذا الشيء الذي تفاجأت له أنا شخصيا، فكنت قد سمعتها من أجل الراديو، لكن عندما قمت بالتجربات يعني على الواي فاي بالشكل الذي سوف تشاهده في الأخير، سوف تتفاجأ بأنها ترفع أيضا إشارة الواي فاي الخاص بهاتفك، والدليل يعني سوف تشاهد في الفيديو. حتى في صناعة القطعة فأجزاء بسيطة جدا سوف تحتاجها، نتعرف عليها في هذا الدرس، ولا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك. عندما نصنع هذه القطعة أحبابي في الله وهذه الأنتنة، فيجب عليك إزالة يعني الأنتنة من الراديو، أي راديو لديك، ثم يعني يجب عليك أيضا أن تقوم بشراء يعني الميني جاك. يمكن لك استعمال صراحة يعني الرأس الخاص بالسماعات، فأنا شخصيا اشتريت هذا يعني بدون أن أقوم بإزالة البلاستيك الخاص بالسماعات. ويجب أن تقوم بربط يعني الأنتنة الخاصة بالراديو مع هذا الجزء. هذه الأجزاء الأخرى يجب عليك قطع إزالتها فقط مع هذا الجزء، يعني لحمه أحبابي في الله بهذه الطريقة. طيب الحين خلاص إخواني الكرام قمت بلحمه، ما يعني باستعمال اللحام، يمكن لك استعمال اللحام أو اللاصق إلى غير ذلك، أي مادة توفرت لديك. وقبل يعني نسيت أن أذكر بأن هذه القطعة الخاصة بميني جاك يجب عليك حكها قبل أن تقوم بلصق هذا الجزئين، حتى تقوم بإزالة الطبقة أو المادة التي تغطى بها، حتى يحدث بطبع الحال يعني تماس جيد بين الأنتنة وأيضا الميني جاك. طيب الحين سوف استعمل انا شخصيا هذا البلاستيك لاغلاق يعني هاتي المكان الذي قمنا بلحم به يعني، وحتى ياخذ يعني شكل جيد. يمكن لك استعمال شريط لاصق الى غير ذلك كما سوف تشاهدون. والحين سوف نقوم بالتجربة، يعني بطبع الحال سوف اقوم بالتجربة، ولكن يعني حتى تلمس يعني الفرق فعلا شغل يعني اي موجة علينا. شغل مثلا هذه الموجة، أنا شخصيا عندما أقوم بتشغيلها بالسماعات أستمع إليها، يعني هناك ضجيج كبير جدا، ويجب علي بطبع الحال أن أقوم بالتقدم شوي يعني حتى أسمع جيدا. لكن مع هذه الأنتنة صراحة لاحظوا معي يعني تسمع بشكل جيد، صدقوني يعني مهم جدا. وكلما رفعت أيضا لاحظوا معي، هذا يعطيك أهمية هذه الأنتنة، يعني عندما قلبها إلى أي مكان فسوف تسمع بشكل جيد، لكن عندما تقلبها إلى مكان آخر لاحظ معي. بالتالي ف صراحة يعني شيء رائع جدا أنا أستفيد منه، يعني من هذه الأنتنة للاستماع بشكل جيد إلى الراديو. لاحظ معي، هذا يعطيك فكرة بأن فعلا هذا الأنتنة التي قمنا بها تقوم بالدور الخاص بها. لاحظوا معي، إذا قمت بقلبها إلى جزء آخر هناك تشويش، لكن إذا قلبتها إلى هذا الجزء هناك فعلا يتم التقاط الموجة بشكل جيد كما سوف تشاهدون. إذا كنت تريد الاستماع إلى الراديو بشكل جيد إخواني الكرام على هاتفك، فلا تتردد في صناعة يعني هاتي الأنتنة واستقبال بطبع الحال موجات أفضل يعني يعني الصوت أفضل، فلا تتردد يعني بإنشاء هاتي القطعة أحباب في الله. الشيء الذي تفاجأت فيه أنا شخصيا أيضا إخواني الكرام أنه يعني يساعد رفع إشارات الواي فاي. طيب يعني سوف تشاهدون الحين يعني الإشارة كيف هي للشبكة التي هي قريبة مني، لكن عندما أقوم بوضع القطعة كما سوف تشاهدون فعليك فقط يعني توجيه لاحظوا معي توجيه يعني يعني هذه القطعة إلى المكان الصحيح، وسوف ترتفع يعني الإشارة أحبابي في الله، شيء رائع جدا صراحة كما سوف تشاهدون. لكن إذا قمت بقلبها لاحظوا معي نقصت يعني إشارات الواي فاي.
بالتالي فهدف مفيد جدا اذا كنت تريد انشاء القطع بسهوله. ثم فقط يعني من انتنا الخاصه بالراديو، واراكم ان شاء الله في مواضيع جديده. اذا كنت تريد كما ذكرت في الاول يعني تثبيت الراديو حقيقه على هاتفك الاندرويد، فكنت قد شرحت ذلك، الرابط سوف تجدون اسفل الفيديو. اذا لم ياتي يعني بالراديو بدون انترنت فالرابط سوف تجدون اسفل الفيديو. ولا تنسى مشاركه هذا الفيديو مع اصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وايضا زيارتنا على موقعنا www.5.com والايميل على الفيسبوك facebook.com/حافظ سامي. اذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.